السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الإخوان، لأنكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم بخير. أنا في الكوزينة إخوان، فيديو جديد اليوم. غادي ندير لكم واحد الديسير اللي ساهل، 5 دقائق 6 دقائق يكون واجد، ولكن جد مغذي بالشوفان. الشوفان هذه المادة الطبيعية اللي ولات دابا موضة، المهم ماشي موضة، ولات المهم كلشي كينصح بها، كلشي كياكلها. علاش؟ حيت غنية بالألياف، غنية بالبروتينات، بروتينات نباتيه الاخوه، راه ماشي ديال اللحم الاحمر ولا اللحم الابيض ولا الحوت، بروتينات نباتيه وجد مغذيه، جد مغذيه. كاع الدكاتره والعلماء كينصحوا، تيقول له دابا الشوفان ولا هنايا الطوب دي طوب طوب، كيف ترويه تعشاو به. المهم مزيان مصارن، مزيان المعده، وبروتينات كما قلت لكم الاخوان، يعني البروتينات هي اللي كتبني العضلات، هي اللي كتبني لي موسكل. سواء كنتي كدير الرياضه ولا ما كنتيش دير الرياضه، الا ما كانش البروتينات، الا ما كانش العضلات، راه ما كاين حتى شي حاجه. كما دابا الاخوان نوريكم المكونات ديال هذه الوصفه اللي توجدها في دقائق. ها هي الاخوان المواد ديالنا، عندنا يوغورت، عندنا الشوكولات، وعندنا الشوفان. هذه هي ما كما كتشوفوا باش من نور، المهم كتبان الماركه، بعدا كنحاول ما نبينش الماركه، المهم راه كتبان بيو، ماشي ضروري تكون بيو. وعندنا الحليب، الحليب داكشي اللي بغيتو كامل ولا خالي الدسم، ولا داكشي على حساب نتوما شنو باغيين، ولا حساب نتوما واش كديروا الريجيم ولا ما كديروش، كديروا الرياضه ولا ما كديروش، شنو باغيين، واش باغي ترقاق، واش باغي تغلاض، واش حيت الا كنتي كدير الرياضه واخا ما ديرش الريجيم، الا كنتي كدير الرياضه اللي كتستهلك فيها بزاف الطاقه راه ماشي مشكل. واخا يكون الحليب كامل ماشي مشكل، واخا اليوغورت يكون كامل ماشي مشكل. هذا اليوغورت ما فيهش السكر، طبيعي طبيعي فيه السكر، هو كامل. والشوكولات فيه 50%، 50% حيت انا ما نديرش السكر، يعني فيه شويه شي حاجه السكر. والشوفان كما كتشوف راه طبيعي، ماده طبيعيه، ما فيه حتى شي حاجه كما كتشوف. هو يا اخوان راه كيعرفوا هادشي، تشريه في اي محل راه كتلقاه، سواء في سوبر مارشي، محلات كبيره، ولا في المتاجر العاديه ديال المواد الغذائيه اللي ديال ديما اللي كنعرفوهم. من بعد الاخوان نوريكم العمليه كيفاش نكمل هادشي. ها نكملوا الكون هانتوما، ما بغيتش ندير بزاف، داكشي اللي كتبغيو نتوما داكشي علاش. الله يجعل البركه. هادشي اللي كاين، الحليب، علاش الحليب؟ حيت غنفزقوه شوية تطلق، ونخليه شي 20 دقيقة تقريبا، 20 دقيقة اللي بغيتو ديروه في الثلاجة، ولا تخليوه خارج الثلاجة حتى كيشرب شوية الحليب، ومن بعد نكملو إن شاء الله الإخوان، حيت هو كيكون شوية قاصح. إلا كنتي نتا باغيه يكون رطب داكشي على حسب نتوما كي باغيينه. الا كنتو باغيين رطب ديرو فيه الحليب، ما كنتوش باغيينها باغيين عادي تاكلوه، حيت كاين اللي ياكلو عادي، كاين حق يخلو ياكل، ما ديرو لا حليب لا والو، خليه كما كان، كما هو قاصح. هو الا كان رطب شويه مزيان احسن. اليوغورت هو موجد، وشوكي ولا الشوفان. من بعد ما خلينا تقريبا 20 دقيقة، هذاك الحليب ما تقريبا ما بقاش تشفها. شوكي ولا باش نديرو اليوغورت كما قلت طبيعي ما فيهش السكر. وي شي تصوير اللي كيكون بيت شكي وقع. عندنا الشوكولات كما قلت لكم الاخوان، فيه 50% غبرة، صافي. غادي نخلطو هادشي مزيان. واو كيجيو اوف مدري، صراحة يجي واهر. كنصح الاخوان، كنصحكم الواحد الى كلا جوج معالق كبار ديال الشوفان يوميا في الفطور، مع الفطور راه ديما المعدة معمرة، ما توقع لك شي. الواحد ينقص من الخبز، ينقص من الخبز، يوقع من المعجنات الحرشة وداك الشيء مسمن وداك الشيء، وبا غير داك الشيء ماشي واحد ما ياكلوش، شي واحد ياكلو، ها هو يحاول ما امكن ينقص منه، حيت صراحة داك الشيء راه بزاف، داك الشيء بزاف اللي كناكلوه. واحد كيفطر بالخبز، كيتغدى بالخبز، كيدير الكوتي بالخبز، كيتعشى بالخبز، المعدة راه داك الشيء علاش المعدة بنادم كتمرض، كتمرض له. من بعد الاخوان نكمل، كنديروه في الثلاجة، وكنخليه واحد المدة في الثلاجة على حساب ساعة ساعة، داك الشيء اللي بغيتو، جوج سوايع،
او تما في الاخر غادي نشوف ان شاء الله داكشي كاع يولي. واحد القضيه الاخوان نعاود نركز عليها، هذاك الشيء نتوما الا بغيتو تزيدو شي حاجه زيدوها، بغيتي مثلا الكوكو والطحنه وتزيدو معاها، ولا اللوز ولا الكركاع ولا بيستاش ولا الجلجلان ولا اللي بغيتو طحنوه وتزيدوه معاها. ما بغيتوش ديروا الشوكولات ما ديروهش، خليوها الحليب، داكشي على حسب الذوق ديالكم. انا المهم عطيتكم على فكره، انا اللي كنركز عليه نعاود نقولها مره اخرى للاخوان، الشوفان راه حاولوا راه الثمن ديالو ثاني راه ما غاليش بزاف. الواحد ياكل الشوفان راه مزيان، راه ضروري مزيان وصحي. حتى من بعد راه اخوان دابا هاد الشيفان نديروه نحطوه في الثلاجه، ومن بعد ان شاء الله نكملوا الفيديو ان شاء الله ديالنا. ها هو العملية كملنا هاد المشهور اخوان، كي داير بقى بغيت نقول بقينا اخوان كاين الدراري الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا الشوفان، تيقول لا خايب هادي لا بغيتي تعطيهم باش ياكلوه لك، دير فيها الشوكولاط دير فيه اليوغورت داكشي، كونوا متأكدين انهم ياكلوه. دابا ياكلوه، دابا ندير العملية اللي كنموت عليها. هانتوما شوفوا الاخوان، هانتوما شوف كي داير تبارك الله. وي ضروري خص تسمحوا لي يا الاخوان، بسم الله تبارك الله. واو وي واو لا مذاق مهم. انزيد واحده اخرى. شري خشي ليدر ديال الحليب، كديرو الحليب هذا كيخليه كيتسلق تيولي رطب. جربوا الاخوان ما غاديش تنوا، غادي يصير واعر. هذا ممكن تاكل في الفطر به، ممكن الا ما باغيش الحليب طلع لك حليب اتاي قهوه كلشي طلع لك فراسك، دير الشوفان وتفطر ليا فطور واعر. نوا تشد الشوكولات ما ديرش الشوكولات، دير شي حاجه اخرى مثلا جلجل مطحون ولا شي حاجه، ابتكروا ونوعوا الواحد تكون عنده افكار جديده. المهم ياكل مزيان. تهلاو في راسكم، شكرا لكم وشكرا للمشاهده، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله الى كتب.